بعض الإشاعات التي تطرأ من حين إلى آخر إلى عدم وجود توافق، خاصة في مخاطبة بعض القضايا الكبرى والحساسة. أنا أؤكد للمشاهد وأؤكد للشعب السوداني أن نعمل في توافق تام. أنا لا يمر يوم بدون اتصال بالأخ رئيس الوزراء، لا يمر يوم بدون مقابلة مع الأخ رئيس الوزراء، ما في يوم بمر ما في موضوع عبر أو طرأ طارئ نحن ما تشاورنا فيه. نتشاور في كل شيء، نتشارك الرأي في كل شيء، نوحد رؤانا في كل شيء خاص بأمر السودان. نحن في مجلس السيادة كمكون عسكري أيضا نتشاور في كل شيء، نتشارك الرأي في كل شيء، كلنا كمجلس السيادة أيضا نتشاور ونتشارك في كل آرائنا. لا يوجد أدنى شك بيننا نحن أنه في جهة معينة تحاول أن تستحوذ أو تطغى على الطرف الآخر. نحن شركاء، هذه الكلمة أقولها بصدق، أنه نحن شركاء ويجب أن نعضد ونعض على هذه الشراكة، يجب أن نمضي بها. هذه الشراكة هي الضامن، هي اللي تضمن لنا أنه نعبر هذه المرحلة الدقيقة. نحن كثير من المصاعب، كثير من الأمور اللي بتتجاذب السودان وتتجاذب الشعب السوداني تحتاج للتوحد، تحتاج للروح الحقيقية اللي نحن نعبر بها هذه المرحلة. الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، حديث الشراكات الوطنية هذا والبناء الوطني كذلك يقود إلى شريك مهم هو الجيش والأجهزة الأمنية. في خطابك الأخير أمام الأجهزة الأمنية تحدثت بقوة، رأيناك أنك تتحدث بقوة ورأيناك أنك ترسل إشارات بقوة، وقلت إنك تريد إيصال رسائل في بريد من يشكك في تماسك القوات ومن يشكك في انحياز الأجهزة الأمنية للثورة. من هم هؤلاء في اعتقادك؟ نحن نفتكر أنه في كثير من الجهات اللي بتحاول توقع بين قوة الثورة والقوات المسلحة، القوات المسلحة بكل مكوناتها. نحن نراقب وسائل التواصل الاجتماعي، نراقب الوسائط الإعلامية، ونرى أن هنالك من يحاول أن يرمي بذور الفتنة. هذا الأمر لن يمر علينا نحن كسودانيين، وعلينا كوطنيين، علينا نحن القوات المسلحة والقوات النظامية نفتكرها أن هي وحدات وطنية خالصة، ما فيها مجال للسياسة، ما فيها مجال للتحزب، ما فيها مجال للطائفية. هي قوات فعلا مبنية بنيان راسخ، ونحن بنأسس الآن في أنه يعود للقوات المسلحة بنيان الوطني، يعود للقوات المسلحة حبها للشعب، حبها للتراب هذا الوطن. عشان كذا نحن بنقول أنه كل ما توحدت القوات المسلحة وتقاربت مع بعض وتقاربت من القوى الثورية، كل ما ظهر من ينخر في هذا التقارب، وكل ما ظهر من يحاول أن يفت عضو هذا التقارب. يعني كثير من الإشاعات اللي بتقول أنه في انقلاب، كثير من الإشاعات اللي بتقول أنه في جهاد من الجيش انحيازا ناقص للثورة، كثير من الجهات اللي بتروج لمثل هذا الأمر. يعني نأكد أنه إحنا في القوات المسلحة إحنا انحيازنا كامل غير منغوص. إحنا تعودنا وتعلمنا أنه لن نخدع الشعب السوداني، وعندنا كلمتنا نحن، والتاريخ سيثبت أنه نحن فعلا صادقين في أننا انحزنا لهذا التغيير. ونؤكد أيضا أنه نحن ما في يعني شخص عنده أي انتماء أو أي علاقة في المكون العسكري، في مجلس السيادة، أو في كل مسؤولي القوات المسلحة. نحن بنقول أنه نحن علاقتنا بالوطن، علاقتنا بالشعب السوداني، علاقتنا بالتغيير الحاصل الآن، ما عندنا علاقات تانية ولا عندنا ارتباطات تانية ولا عندنا حاجة تخلينا نخون العهد أو نحنس عن القسم اللي احنا أديناه. نحن تواثقنا وتعهدنا فأننا نحزنا انحياز كامل للتغيير، ونرغب ونصر أن هذا التغيير يجب أن يكون كامل، يجب أن تستكمل كل حلقاته حتى الشعب السوداني فعلا في الختام أو في النهاية يشعر بأنه والله فعلا هو له حق أنه يثق في هذه القوات لما جاء في أبريل أو في 11 من أبريل واصطفى أمام القيادة. ربما أشرت بشكل واضح، ذكرت أمثلة لما يقال أو لما يحاول عن طريقه أو به ذرع الفتنة، وما زلت تقول هذه الجهات. هل لك أن تسمي لنا هذه الجهات في اعتقادك؟ من هي هذه الجهات التي تسعى إلى بذر الفتنة بين الأجهزة الأمنية في تقديرك؟ هنالك جهات داخلية، تنظيمات سابقة مثل المؤتمر الوطني، النظام السابق، كثير منهم توصلنا رسائل في أنه نحن
يجب أن ننظر للأمر من زوايا مختلفة، ورسائل تهديد أيضا تصلنا، ونعلم أن المتضرر الوحيد من قيام هذه الثورة والمتضرر الأساسي من انحياز القوات المسلحة للشعب السوداني هم أعضاء النظام السابق، عندهم نحن نقول هم المعوق الأول لمسيرة الثورة، هم المعوق الأول اللي بيحاول يوقع الفتنة بين القوى الثورية وبين القوات المسلحة. نحن بنقول أن القوات المسلحة لن تستجيب، القوات المسلحة لن ترضخ في أنها تعود القاهرة أو تحنث بوعود للشعب السوداني. أشرت سيادتك إلى المؤتمر الوطني وذكرته بالاسم باعتبار أنه قد يسعى إلى زرع هذه الفتنة، وأعتقد أن هذه جريرة كبيرة كما أشرت إليها، ماذا أنتم فاعلون به؟ طبعا كل الدلائل هم قد تصرحوا بأنهم لن يسمحوا بمرور بعبور الفترة الانتقالية، يسمحوا بقيام هذا الائتلاف. لكن نحن بنقول لهم نحن إرادتنا، نحن تصميمنا، نحن نستمد هذه القوة من الشعب السوداني، نستمد كلنا كمكونات في هياكل الحكم، نستمد هذه القوة من الشارع ومن الشعب السوداني. الشعب السوداني والشارع السوداني هو الذي صنع التغيير وهو الذي سيحمي التغيير. نحن في مؤسسات المؤسسة العسكرية سنسحب وسنمضي، لكن تظل إرادة الشعب السوداني ويظل حرص الشعب السوداني على نجاح ثورته، هو الضامن وهو الأساس وهو الذي نمتثل جميعا لأمره في إذا كان الآن أو غدا أو بعد غدا. في ظل هذا الاعتقاد، وبالتأكيد هو قد يكون مبني على معلومات بأن المؤتمر الوطني هو الذي يسعى إلى زرع بذور الفتنة بين القوات الأمنية، مما يعد أمرا خطيرا قد يزعزع الاستقرار إذا حدث ذلك، وحتى الآن ربما قد لا تكون هنالك إجراءات قوية ضد المؤتمر الوطني كما يقول البعض، ألا تعتقد أن ذلك يعزز اعتقاد آخرين بأنكم تتراخون في التعامل معه؟ هنالك جهات عدلية هي منوط بها أنها تفتح البلاغات وتجمع الأدلة وتجري العمليات القانونية الرسمية. أنا والأخ رئيس الوزراء اجتمعنا في الأسبوع الماضي برئيس القضاء وبالنائب العام وبحثنا في الآلية التي يمكن أن تقوم بهذا العمل. في السابق جهاز الأمن كان يقوم بهذا العمل بما لديه من سلطات، جهاز الأمن أصبح ليست لديه سلطات، يقوم بجمع المعلومات. هنالك حلقة كانت مفقودة في أن هذه المعلومات في صعوبة في أن تصل النائب العام، إحنا كوننا جسم في أن هذا الجسم يعمل مشترك يجمع المعلومات ويلقي القبض على الأشخاص ويفتح القضايا. يمكن دي واحدة من الثغرات كانت فعلا بتعيق العمل أو ما بتمكن الأجهزة الأمنية في أنها تعمل مع تناغم مع الأجهزة القضائية والعدلية. نحن في الأسبوع الماضي افتكر أنه تجاوزناها، كوننا لجنة مشتركة من الأجهزة كلها، نتوقع أنه تستطيع أن تنجز كثير. نحن بنتوقع أو بنتأمل أنه هي أي شخص يعتدي على الثورة، يعتدي على قيم الثورة، يعتدي على الشعب السوداني، نعتبر هذا الأمر اعتداء على الشعب السوداني، يمكن أن تتخذ ضده الإجراءات القانونية. تستطيع أن تطمن الشعب السوداني في حوار البناء الوطني أن هناك إجراءات ستتخذ ضد هؤلاء الذين تعتقد وتقول أنهم يستهدفون الثورة السودانية؟ هي الإجراءات أصلاً متخذة منذ بداية التغيير، لكن التنسيق اللازم يحتاج كل يوم. نحن نحتاج إلى أحكام التنسيق، كل يوم نحتاج إلى أحكام التعاون، نحتاج إلى أحكام لتبادل المعلومات. الأجهزة العدلية، الأجهزة الشرطية، الأجهزة الأمنية هي المنوط بها تنفيذ هذه الإجراءات، ونفتكر أن التنسيق حصل بيناتنا الآن في أنها تستطيع أن تقبض أيضا وجيز قانون أو الآن مطروح للجازة قانون خاص بجرائم المعلوماتية. أيضا كل من يتحدث حديث سالب أو يسيء أو يطعن في مسيرة الثورة بأنه أثر على الأمن الوطني، الأمن الوطني مقوماته مرتكزاته معروفة بالنسبة للجميع، كل من يعتدي عليها يجب أن يحاسب ويجب أن يقدم للمحاكمة. إذن هذا يعني أنه ذلك سنشهد في الأيام المقبلة إجراءات صارمة في حق أنه كل الهاربين يتم القبض عليهم، كل الناس المندسين واللي بيعملوا من تحت عشان يقوضوا الثورة يتم القبض عليهم ويقدموا للمحاكمة العادلة. نعم سيادتك أشرت أيضا ولازلنا في خطابك الأخير إلى ضرورة وصول الرسائل بفحوى تمسك القوات النظامية بكلمتها،
وعهدها مع الشعب السوداني دون تراجع أو تخاذل، وقلت إنه ليست هنالك عداوة بين المنظومة الأمنية. هذا الحديث يشير إلى وجود جهات طبعا كما ذكرت قبل قليل روجت ربما لوجود عداوة بين المنظومة الأمنية. على أي أساس تم الترويج لوجود عداوة؟ استغلوا ماذا؟ طبعا العمل الخبيث اللي يتم من جهات معلوم عندها القدرة وعندها الإمكانيات فأنها تستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي، تستطيع أن تحرف كل الكلام، تستطيع أن تغير مضامين الخطابات ومعاني الكلمات. نحن كنا نستغرب أنا ومحمد حمدان لما نجلس ونستعرض الفيديوهات ونستعرض الحديث الفيديو، نستعرف أنه من وين هذا بيجيب الكلام ده. نحن قاعدين سوا كل أمورنا تعمل تسير مع بعض، يعني نحن دعم السريع وقوات الأفرع القوات المسلحة الشرطة الأمن كلنا نعمل مع بعض يوميا، لدينا لقاءات يوميا، لدينا اجتماعات، ولا نحس نندهش عندما نسمع مثل هذا الأمر. لكن تحت هذه الدعاية حتما ستؤثر تحت في المستويات الدنيا وسيجعلها مشدودة ومتوترة وممكن أن يحصل فيها انفلات في أي وقت. نحن الاجتماع الأخير كان القصد أنه تطمين للوحدات الدنيا بأنه نحن ما عندنا حاجة، الناس ما يستمعوا ولا ينجروا ولا لشعب. نعم هذا فيها ذكرت إلى أن هنالك إجراءات ستتخذ وربما اعتقالات وربما ملاحقات، ولكن بالتأكيد ذلك لم ولن ربما يوقف الترويج الذي قد يأتي بوسائل أخرى ومتعددة. هل هنالك خطة تحاول أن تضعوها لوقف هذا الترويج الذي قد يتسرب في شكل مقالات، قد يتسرب في شكل ربما كتابات في أماكن مختلفة وتسهم في زعزعة الأمن والاستقرار؟ نحن نعمل كما ذكرت بتناغم، نعمل كلنا كهياكل للحكم الانتقالي كقوات نظامية سويا، وسنثبت للجميع أنه نحن لا يوجد بيناتنا خلافات. يمكن كان هذا الأمر في التفافنا حول المصفوفة التي توافقنا عليها أخيرا، تعهدنا أيضا من خلال هذه المصفوفة أن ننجز مهام الفترة الانتقالية بتوافق تام كمكونات للسلطات في الفترة الانتقالية، مجلس السيادة بشقيه العسكري والمدني، مجلس وزراء، قوى إعلان الحرية والتغيير. في الفترة المقبلة الناس حيشوفوا أنه نحن نعمل مع بعض في كثير من الأمور، نحاول أن نوصل الرسائل الإيجابية، نحاول أن نوقف مد الدعاية الضارة، نحاول أن نوقف مد الإشاعات والأكاذيب، لأنه فعلا على أرض الواقع يروا أن هذه الجهات تعمل سويا. هذه الجهات عملها سويا سيتجلى في أننا سنعبر إن شاء الله هذه المرحلة الصعيبة التي تمر بها البلاد، سنعبرها سويا مع بعض ونمشي منها إن شاء الله لقدام، وللشعب السوداني نحن كلنا شركاء في هذا الأمر. أنت أدخلت المصفوفة هنا في خضم خطابك الأخير، ولكن لا يمكن أن نغادر ذلك، دعنا نتحدث عنها بكل جوانبها التي ذكرت، الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية. هل تعتقد أنها خارطة طريق مناسبة ربما قد تصحح ربما بعض الخطى بعد عام من مرور الثورة في اتجاه بلوغ أهداف الثورة؟ أصلاً المصفوفة هي قصد منها مراجعة أداء الفترة الانتقالية وما أنجز من أعمال الفترة الانتقالية في بدايتها. أول عهد الميثاق حقنا فيه كثير من المطلوبات، نحن لما نصفحه بنجد أنه فيه جزء مشى وفيه جزء ماشي وفيه جزء لسه ما بدينا فيه وفيه إنجازه. عشان كده المصفوفة وضعت الآليات اللي بتنفذ مطلوبات الفترة الانتقالية، هتحدد لها الآليات وتحدد لها تعمل لها برنامج وجدول زمني، لأنه نحن يجب أن ننجز مهام الفترة الانتقالية بتوقيتات محددة وبآليات محددة. هل هي الوحيدة الأفضل والأنجع لتحقيق هذه الأهداف، أم هي نفسها قد تكون خاضعة للمراجعة في مقبل الأيام ما إذا كانت لم تتمكن من إنجاز مهامها في المواقيت الزمنية المحددة؟ هي مكملة لأهداف الفترة الانتقالية، الأهداف اللي وضعت في الفترة الانتقالية أهداف معلومة ومعروفة، الآن يتم توصيفها، يتم تشريحها، يتم وضع الآليات المناسبة لتنفيذها للمضي بها قدما. هذه المصفوفة هي داعم وساند
لآليات تنفيذ الأهداف الفترة الانتقالية، ليس بها أمر جديد، إنما هي تدعم وتسند وتشرح المعاضل لإعاقة تنفيذ الأهداف وتدفع بها قدما للأمام. نعود ولم نخرج من خطابك الأخير أيضا الذي أشرت فيه أنكم لن تسمحوا لأي جهة سياسية أن تتغلغل في صفوفكم، هل هنالك جهات سياسية تسعى للتغلغل في صفوف القوات الأمنية ومنظوماتها المختلفة؟ نعم، هنالك جهات سياسية تحاول أن تتغلغل في صفوف القوات المسلحة. لدينا معلومات تؤكد أن بعض الجهات السياسية تحاول تتصل وتتواصل مع بعض المنسوبين، وهذه الرسالة قصد منها رسالة لكل من يحاول أن يعمل موطي قدم داخل القوات المسلحة. نحن بنقول لهم يجب أن تنأوا كقوة سياسية، تنأوا كتنظيمات أخرى، أبعدوا عن القوات المسلحة، أتركوا القوات المسلحة وقومية، أترك القوات المسلحة قوات وطنية، أترك القوات المسلحة حتى تقوم بواجبها الأساسي. نحن نفتكر أنه كثير من المشاكل التي تفتعل بين القوات المسلحة أو القوات النظامية وبين القوى الثورية مقصود بها إلهاء هذه القوات عن أدوارها وإلهاء هذه القوات عن مهامها، ليس إلا. هل هو إلهاء أو محاولة حثها على فعل شيء؟ ربما محاولة جزء كبير من العمل ده وصد به فتنة بيناتها، وإذا قامت فتنة بين القوات طبعاً المتضرر الأول والأخير هو السودان. نحن دائماً نتحدث أنه يجب أن القوات المسلحة تظل في منأى عن التجاذب السياسي. حقيقة خطابك الأخير كان مهم، والإشارات التي صدرت منه، والآن هذا الشرح مهم ونحن نسهب فيه، وأنت ذكرت أن هنالك معلومات وأن هنالك جهات. أيضاً نريد، الشعب السوداني يريد أن يعرف من هي هذه الجهات التي تحاول أن تتغلغل في صفوف القوات المسلحة. كثير من الجهات معلومات كثيرة تردنا منذ بداية التغيير، منذ الأسبوع الأول من التغيير ترد يوميا معلومات التي من خلالها تتأكد أو نتأكد أن هنالك جهات سياسية تريد أن تعمل تنظيمات داخل القوات المسلحة. وهذا الأمر ليس بالجديد، القوات المسلحة منذ قدمها كان طوال، نحن بنشوف بنلاحظ أنه في خلايا تابعة لبعض الأحزاب في القوات المسلحة، والانقلابات اللي بتقوم بها القوات المسلحة أبدا ما بتقوم بها القوات المسلحة من تلقاء نفسها ما لم تكن وراءها جهات سياسية استطاعت أن تخترق أو تجند القوات المسلحة. عشان كده احنا لما نقول القوات المسلحة تنأى بنفسها عن الأحزاب عشان ما تحصل فيها انقلابات، لأنه الانقلابات دائما خلفها، كل الانقلابات اللي حصلت يمكن كلها كان وراها سياسيين، وأخيرا انقلاب 89 والانقلاب مايو، كل الانقلابات العسكرية اللي حصلت بدون ما كانت بثورات شعبية كان وراها مجموعات سياسية. وهل يمكن للشعب السوداني أن يعرف هذه الجهات؟ تستطيع أن تسميها سيادتك؟ لا، هذا الأمر نحن دائما نحتفظ به ونقول للجميع يجب أن يبعد عن القوات المسلحة. نعم، ننتقل، أشرت أيضا في حديثك وأنا هنا أنقل بالحرف، أي زول عنده رغبة أن النظام السابق يعود نحن ضده ولن نسمح له. هنالك من يعتقد أنكم مرة ثانية وبهذا الحديث تتراخون مع هؤلاء الذين أشرت إليه، مثلا هنالك من يقول إنه في الوقت الذي يمثل المكون العسكري الجزء الأكبر يتحمل مسؤولية الأمن وتأمين البلاد، إلا أن هنالك نشاطا محموما ظهر لبعض الجهات تمكنوا من الوصول إلى أبواب هذه القيادة العامة التي نجري فيها هذا اللقاء في ظل تفشي وباء كورونا وحتى حالة الطوارئ، مما يعزز في اعتقادي ما أشرنا إليه في السابق أن التراخي مستمر. كيف حدث ذلك؟ ما في زول دخل القيادة العامة، الأبواب وصلوا أبواب، ولا حتى هذه المجموعات فعلا اصطدمت بالصف الأمامي من القوات الموجودة. ويمكن أنا ماذا أقول، الشرطة استخدمت الغاز استخدام خاطئ، لأن الشرطة استخدمت الغاز من الخلف وصابت به الجنود والمتظاهرين، فكلهم تأثروا بالغاز، لكن القوات المسلحة لم تسمح لهم بالمكوس خلف السلك ولو لدقائق معدودة، وأنها تصدت لهم وأبعدتهم. حتى لما مشوا مسجد الجامعة مشت أخرجتهم من مسجد الجامعة وأغلقت المسجد. نحن نريد أن ننأى بالقوات المسلحة، نقف في مع الحق، نحن ملتزمين مع الشعب السوداني وعنده التزامنا، ونحن شفنا هتافات وشفنا الناس بيقولوا، نحن بنقول لهم ما في كلام ده ما بيحصل، لأنه الشعب السوداني هو الشعب السوداني، الشعب السوداني اللي يحتشد هنا قدام القيادة ليس هو
الذي هتف في المرات الأخيرة. نعم، أشرت وربما هذا هو الجانب الأخير في ذلك الخطاب إلى أن هنالك أدوار عظيمة ينبغي لكم القيام بها في هذه المرحلة والمشاركة في كل الأفراد. ما هي تلك الأدوار التي سيقوم بها الجيش والمنظومة الأمنية في المرحلة المقبلة والمشاركة في هذه الأفراد؟ نحن طبعا من تشكيل هياكل الحكم الانتقالي أبدينا الرغبة ومددنا أيادينا للجهاز التنفيذي بأن نتعاون معه، وخاصة في المجال الاقتصادي لأنه هو كان واحدة من التحديات الكبيرة اللي نواجهنا. يعني أتذكر أنه التحدي الاقتصادي هو تحدي رئيسي بواجه الفترة الانتقالية، بالإضافة للتحدي الأمني، تحدي التصالح والسلام مع الجماعات التي تحمل السلاح، دي تحديات كلها نحن من بداية التغيير كنا مصممين في أنه تنجز بأعجل ما يمكن وتنجز بما يلبي طموحات الشعب السوداني. الشعب السوداني طلع في ثورة كبيرة، ثورة عظيمة، لكن حتى الآن مصاب. نحن نفتكر أن نحن جزء من الشعب السوداني، يعني ما بنفتكر أنه ما ينجز لا يواكب طموح الشعب السوداني ولا يواكب تطلعات الشعب السوداني ولا يواكب تضحيات الشعب السوداني. نحن كلنا مقصرين في أننا ما استطعنا بأن نوفي للشعب السوداني جزء كبير من أمانيه ولو بالقدر اليسير. بيقول والله نحن فعلا احنا تقدمنا خطاب الامام، الازمات الاقتصاديه موجوده، ملف السلام ما انجز حتى الان، بالرغم يعني احنا نقول انه ملف السلام فيه عمل، لكن الملف الاقتصادي يحتاج مننا للتضافر. احنا كل الشيء عندنا، يمكن الناس بنسمع كلام عن شركات القوات المسلحه، هذا الكلام طبعا فيه كثير من التجرني على القوات المسلحه. القوات المسلحه ليست لديها شركات استثمارية خاصة بها كبيرة أبداً. نحن عندنا شركات صحيح تعمل في مجال خدمة الأفراد في صندوق الضمان الاجتماعي، وهذه الشركات قائمة منذ العام 70 أو 72، منذ التغيير الكبير اللي عمله الرئيس السابق جعفر النميري في القوات المسلحة، أنشأ الهيئة العسكرية الاقتصادية اللي هي ذراع داعم للمؤسسة العسكرية، وتحولت في الفترة الأخيرة إلى صندوق ضمان اجتماعي يساهم في قضايا العساكر المعيشية وقضايا صف الجنود وقضايا الإشلاقات وقضايا المعيشة للأفراد. أيضا مؤسسة تعاونية أيضا هي معنية بمساعدة في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين. عندنا مؤسستين ثاني يمكن حوالينهم كلام كثير، اللي هو التصنيع، منظومة الصناعات الدفاعية وزادنا. هنالك تفصيل عن هاتين المؤسستين سنتحدث عنهما، ولكن قبل أن ننتقل إليهما، هذا الحديث الذي أشرت إليه يعني أن الشعب السوداني قد يقبل على دور أكبر وعلى دعم أكبر من المؤسسة العسكرية، من الجيش، من هذه المنظومات العسكرية الأمنية في مقبل الأيام والأشهر. كل إمكانياتنا الموجودة نحن متاحة بالنسبة لأجهزة الحكم التنفيذي، الجهاز التنفيذي، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، نحن على تواصل مستمر معهم، وكل الشيء اللي عندنا متاح بالنسبة لهم وتحت تصرفهم وتحت يمكن أن يوجه لخدمة قضايا الشعب السوداني. نعم، ننتقل إلى منظومة الصناعات الدفاعية أو ما يسمى سابقا ربما بالتصنيع الحربي كما أشرت إلى ذلك. هنالك حديث عن الشركات تتبع للمؤسسة العسكرية، وهنالك من ينادي بضمها لوزارة المالية ظنا منهم بأنها تؤثر سلبا على الاقتصاد. هل تعتقدون أن هذه الشركات هي مجدية، وما هو مدى إسهامها في دعم الاقتصاد؟ إذا لك أن تشرح هذا الأمر. طبعا منظومة الصناعات الدفاعية لمؤسسة وطنية في المقام الأول تخدم الاقتصاد الوطني، ومؤسسة كبيرة، مؤسسة عملاقة ضخمة، عندها بنية تحتية كبيرة جدا يمكن أن تسند السودان. عندما أقول يمكن أن تسند السودان، هذا الأمر إحنا طرحناه من يمكن من أول السنة، من أول العام، من يناير اجتمعنا بالأخ وزير المالية واجتمعنا بوزير الصناعة والتجارة، وطرحنا لهم موضوع منظومة الصناعات الدفاعية أنه فيها كثير من الشركات، كثير من الأعمال التي يمكن أن تسند القطاع الاقتصادي. المنظومة تعمل بتوجيه كامل من جهاز من أجهزة الدولة، تعمل برقابة كاملة من أجهزة الدولة، وتقدم مساعدات ومساهمات كبيرة جدا في الجهد الاقتصادي المبذول. نحن من شهر واحد طرحنا عليهم أنه
تعالوا يا وزارة المالية كونوا لجنة أو جسم مشترك يجي يقيم كل الشركات أو كل المصانع ما بتعمل في ليس ذات طابع عسكري عشان نحول لشركات مساهمة عامة. طبعا الأمر ده طرحناه من 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 بدري، لأنه نحن كل مؤسسة اقتصادية عندنا أو شركة أو مصنع يمكن أن يصبح شركة مساهمة عامة إذا استوفى الشروط المطلوبة. طبعا كثير من رجال الأعمال اتصلنا بهم عشان يدخلوا كمساهمين، كثير من الأجهزة الحكومية اتصلنا بها عشان تخش في مساهمة، والآن هذا الأمر قريبا سنرى شراكات، سنرى استفادة كاملة من إمكانيات المنظومة. هذه المنظومة لديها إمكانيات كما ذكرت وقدرات كبيرة جدا يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني. ممكن إحنا عندنا نماذج لمساهمتها دي، إيرادات غير مباشرة للدولة دي من منظومة الصناعات الدفاعية كلها معروضة فيها رسوم جمركية ورسوم صادر ورسوم إنتاج. يمكن شيء كان غايب عن الناس، الناس يفتكروا أنه هذه المنظومة ما بتدفع الضرائب، هذه المنظومة ما بتدفع رسوم الإنتاج، هذه لكن إحنا بنأكد أنه المنظومة تعمل ضمن المنظومة المالية للدولة. وزارة المالية مطلعة على كل أعمالها، وزارة المالية تعرف كل شيء داخل فيها وكل شيء خارج منها، وهي تدعم الاقتصاد، تدعم الاقتصاد الكلي. كيف تسهم هذه المنظومة في الناتج القومي الإجمالي مثلا؟ هذه واحدة، كيف تسهم؟ وجود كبير يعمل منها في تطوير الصناعات المحلية وتطوير المصانع والمنهارة، وجزء كبير من أصول دي عادت في أنها استحوذت أو اشترت. يعني مثلا المسلخ الكدرو الناس كانت تكلموا عنه في فترة سابقة، المسلخ الكدرو القديم موجود الآن، لكن المنظومة أنشأت مسلخ جديد، وهذا المسلخ الآن في ظل الحظر وفي ظل المشاكل اللي نحن بنعاني منها، هذا المسلخ لم يتوقف عن تصدير اللحوم المذبوحة لخارج دول العالم حتى الآن، يوميا حتى يومنا هذا هو لم يوقف التصدير، وهذا يدل على أنه نحن استطعنا أن نحصل على قيمة مضافة كبيرة جدا من منتجاتنا نحن في السابق، وحتى الآن بنودي الثروة الحيوانية حقتنا بطولة. نحن الآن نصدر اللحمة لحالة، الجلد نستفيد منه لحالة، كل المخلفات تحت الذبيح نستفيد منها استفادة كبيرة جدا. واحدة دي منها أنه هذه المنظومة فعلا ساعدت في أنه تطور تدعم الاقتصاد الوطني. المسلخ القديم طرح في فترة من الفترات في عطاءات، كلنا كان معظم الدولة بيعت في خصخصة وبيعت، ومنظومة اشترته من رجل أعمال، منظومة صناعات اشترت هذا المسلخ من رجل أعمال وضع عليه العطاء ودفعوا له واشتروا منه. لكن بالرغم من هذا نحن جزء عندنا مؤسسات كانت تابعة للدولة رجعناها لوزارة المالية، عندنا المواني البحرية والحبوب الزيتية، عندنا شركات كثيرة مساهمة فيها القوات المسلحة دي احنا نعلم أنها حقت وزارة المالية، رجعناها لها من تبقى نفسنا بدون حد يطلب مننا، والآن هي موجودة في وزارة المالية. لكن هذه المنظومة بكل مكوناتها هي تحت إمرة وزارة المالية، نحن مع الأخ رئيس الوزراء مع الجهاز التنفيذي كله عندنا رؤية مشتركة قدمناها في الأسبوع الماضي، كانوا نحن كيف الجهاز التنفيذي يستفيد من هذه المنظومة، وما هو الدعم المطلوب اللي تقدمه هذه المنظومة للاقتصاد الوطني. وفي مقبل الأيام حيكون في عمل ملموس وعمل محسوس في هذه المنظومة دي ساهمت فيه. الآن منظومة تساعد في مكافحة جائحة كورونا، عندها كثير من المنتجات موجودة هي قدمتها للمساهمة وشغالة فيها، يمكن واحدة منها جهاز التنفس الصناعي اللي احنا شفناه، يمكن ده تم تصميمه وتصنيعه في السودان. سيادتك، واحدة من القضايا التي تشغل بال الشباب وخاصة هذا الشباب الذي ثار الوظائف وخلق فرص جديدة، ربما هذه المنظومة كانت تهم في السابق بالمحاباة ربما حتى في الوظائف، كيف هي الآن هذه المنظومة توفر الوظائف للشباب إذا جاز لك أن تشرح لنا هذا الأمر؟ طبعا المنظومة في الأشهر السابقة الماضية تمت إعادة هيكلتها، هيكلة تامة بواسطة شركات أو مجموعات خبرة أجنبية، ويمكن الآن أؤكد أن المنظومة تدار بواسطة شباب، كل القائمين على الأمر الآن هم من الشباب،
وعمود الفقري من اذا كان من الفنيين والتقنيين كلهم من الشباب، وبتعتمد اصلا في عملها على الفئات المتوسطه. يمكن الشريحه دي تورينا انه نحن من الفئات العامله الان في المنظومه معظمها، يمكن النسبه فيها كبيره جدا لاصحاب المهن الوسيطه، الدبلوم التقني والتلمذه الصناعيه والعمال. ده بوريك انها هي بتستوعب فعلا الفئات المستهدفه اللي نحن بتقدر هي تعمل التنميه في البلد. التنميه في البلد، كل التنميه في البلد والنهوض بتقود الصناعه وبيقودوه هؤلاء الشباب. نحن نتوقع انه يكون عندهم دور كبير جدا في النهضه الصناعيه في البلد. النهضه الصناعيه دائما نحن نفتكر انه بتقود المؤسسات العسكريه اللي عندها الجراه وعندها الشجاعه في انها تقترب الحتات الراس المال الثاني بيخاف منها. مثال مثلا صناعه الحديد في السودان ابتدرته جياد، ابتدرته منظومه الصناعات الدفاعيه. بعد ذاك الان اكثر من 15 مصنع للحديد بعد قيام هذا المصنع. فالمنظومه عندها امكانيات صناعيه كبيره جدا تعمل لاسناد المجهود العسكري. ممكن عندها المقدره باضافه 30% فقط تتحول طوال لانتاج مدني، وهذا الامر مرتب له تقريبا بالكامل ويتم الان ترتيبه. نحن زي ما ذكرت في الاسبوع الماضي عملنا اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، وقعدنا اكثر من مره مع وزير الماليه ووزير الصناعه والتجاره باننا سنطور ونؤطر هذه الشراكه، شراكه بين وزاره الصناعه الدفاعيه وبين وزاره الماليه وبين اجهزه الحكم التنفيذي، حتى نستطيع ان نشرك راس المال، حتى نستطيع ان نجعل هذه المؤسسه متاحه لوزاره الماليه تحت سيطرتها او تحت الاشراف المباشر لها ويخدم الاهداف الوطنيه الكبرى. من هذه المنظومة ننتقل إلى قضية اقتصادية في المجال الاقتصادي وكذلك الوضع المعيشي. ربما تشكلت لجنة طوارئ اقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان الدقلو وكذلك الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الأسبوع الماضي. وهذه لجنة الطوارئ الاقتصادية ربما مهمومة بمعالجة الأزمات الاقتصادية الطارئة من خبز ووقود وغاز، ألا تعتقد أنها وسيلة إنجاع لمقابلة هذه الأزمات الحادة الطارئة؟ طبعا هذه اللجنة تحتاج الإسناد والدعم من الجهات الرسمية ومن حتى من فئات الشعب المختلفة، لأنه تواجه الكثير من العقبات في الأزمات الاقتصادية السابقة. ممارسات في فترات سابقة خلت كثير من الناس يعملوا في مجال التهريب، يعملوا في مجال تخزين الدار، يعملوا في مجال التجارة غير المشروعة للمواد التموينية والمواد الأساسية حقت الناس. عشان كذا نحن اللجنة يفترض أنه كلنا نكون داعمين لها، نحن كأجهزة رسمية وكمواطنين، عشان تقدر تنجز الأعمال المطلوبة. عندها كثير من الأعمال المطلوبة أن تضع على يدها، وسنة الآن بعض القوانين اللي بتساعدها في أنها تحكم قبضتها على الاقتصاد، قوانين رادعة تردع المهربين، تردع المخربين من بيضاربوا في الاقتصاد، بيضاربوا بقوة الناس، تؤطر وتؤسس للاستخدام الأمثل لموارد الدولة. وفي الوضع الاقتصادي هذا الموسم محصول القمح سجل إنتاجية عالية، ربما كما تعلم هنا حسب التقارير الحكومية وحسب ما هو معلوم، إلى ماذا يؤشر ذلك؟ طبعا الإنتاج نعمة نحمد الله عليها، أنه إنتاجها من القمح هذه السنة يمكن غير مسبوق. ده برضو بورينا أننا يعني يمكن إذا كان مشروع الجزيرة الآن لوحده أنتجينا 60 أو 40% يمكن من 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 احتياجنا لمدة 4 شهور، يمكن يكفينا تلت يعني تلت السنة. نحن ممكن ننقل هذه التجربة. الآن لدينا كثير من المشاريع الزراعية التي يمكن أن تساهم، يعني إحنا بقليل من الجهد نستطيع أن نوفر لو ما 75% 60-70% من حاجتنا من القوت. هذا مثال على أنه إحنا الشعب السوداني عنده القدرة، المزارع السوداني عنده القدرة، الأرض السودانية معطاءة وبكر تستطيع أن تنتج. إذا هذا يعني أن هذا سيكون منوال السنوات المقبلة، مزيد من الإنتاج وارتفاع في إنتاجية المحاصيل وفي المجال الزراعي. إن شاء الله نتمنى ذلك. ونحن عندنا نموذج ثاني، شركة ثانية أيضا من شركات الدعم للقوات المسلحة اللي هي شركة زان، أيضا عليها هجوم. هذه الشركة أصلا هي شركة غير ربحية، هذه الشركة تعمل في تطوير الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني.
تعمل المشروعات وتملكها للمزارعين، او تعمل مشروعات تطويرها وتملكها لاصحاب المهن او للناس المحتاجين لها. اصلا اذا كان وهي شركه قامت بشراكه مباشره بوزاره الماليه وبدعم مع وزاره الماليه وبدعم مباشر من وزاره الماليه، فهي ايضا لديها كثير من الامكانيات، كثير من القدرات التي اذا استغلت الاستغلال الصحيح تستطيع ايضا ان تساهم في انها توفر جزء كبير من حوجه البلاد للغذاء. عندها الاف المحاور الزراعيه، هو اكثر من 2 مليون فدان معدل الزراعه، اكثر من حظائر للانتاج الحيواني، حظائر للانتاج الالبان، بنيه تحتيه كبيره جدا. انا متاكد اذا استغلنا الاستغلال الصحيح احنا السنه الجايه بنكون ما عندنا مشاكل في الغذاء ان شاء الله. الفريق هو عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده، واحده من القضايا الرئيسيه التي ينبغي ان يتم تحقيقها قبل وضع السودان في منصه التاسيس ومن ثم بدء خطى البناء الوطني، السلام، تحقيق السلام. حتى الان بدات المفاوضات ثم تعثرت بسبب جائحة كورونا، والآن ربما بدأت عن بعد. هل تعتقد أن السلام آتي؟ نحن نتمنى أن يأتي السلام، ونعتقد أنه الإرادة كلنا متوفرة لنا، أنه نحن عندنا الرغبة في تحقيق السلام، وكلنا نعمل من أجل تحقيق السلام. أيضا فرصة لنا، بنتوقع أنه نتمنى من الأخوان المنظم حتى الآن لرب السلام أنه ينضموا لرب السلام. نحن السلام في بداية الأمر كنا ننظر له نظرة مختلفة، كنا طرحنا موضوع السلام على أساس أن نحن شركاء، عندنا قضايا وطنية، عندنا قضايا بتهم كل السودانيين، نحن يجب أن نجتمع لمناقشة هذه القضايا. ما كنا نرغب في أن يكون في كثير من الموضوعات المطروحة الآن ما بالشكل المطلوب. نحن كنا نتوقع أن أخواننا حاملي السلاح يجوا يقعدوا معانا في الداخل ويجوا ينظروا في مشاكل السودان، نحن شركاء في هذه المشاكل، ونحن نتوقع أنه نحن متمنين أنه كنا شركاء في حلها، شركاء في أن نضع عليها الحلول، لأنه إذا ما كنا شركاء في وضع الحلول لها سنضع سلام غير مستدام، سنضع سلام قابل أنه في أي لحظة الناس ما يتوافقوا عليهم. لكن إذا اقتنعنا بأنه دي مشاكل السودان، إذا اقتنعنا بأنه إحنا كلنا شركاء في أننا يجب أن نجلس لنتشاور ونتفاكر حولها، اتفقنا في أننا نضع لها الحلول جميعا، الحلول اللي بتعالج جذور المشاكل، الحلول اللي بتأسس للسودان اللي هم شالوا السلاح من أجله وخرجت من أجل الجماهير هنا في ثورة ديسمبر المجيدة. إذا توافقنا أنه دي أهدافنا قطعا سنصل لسلام. وهذه العثرات ربما التي أشرت إليها، هل تعتقد أن هنالك أسلوب جديد ينبغي اتباعه لتصحيح ربما مسار هذه المفاوضات حتى تتمكن أن تأتي بنتيجة ربما في مدى زمني أسرع من هذا التعسر الذي تسير به؟ الطرفين الموضوعين ارتضوا أنه يسيروا بهذا الطريق، طريق المسارات. وطريق المسارات يمكن بعض أصحاب النظريات يروا أنه ده الطريق الأفضل، بعض أصحاب الأفكار بيفتكروا أن السودان محتاج لفترة من الحكم الفيدرالي حتى تشفى كثير من الجراح، تعود الناس يمارسوا السلطة في مناطقهم، السلطة الكاملة على مواقعهم، على ولاياتهم، على أقاليمهم. في المستقبل الوحدة الطوعية أو الاندماج الكامل يتم بعد ما أنه الناس كلهم يقتنعوا بأنه مشروع وطني، مشروع السودان الوطني. نحن مشروع السودان الوطني والقومي دارين نبدأ من الليلة، ما ننتظر عشان نقول الله بعد 10 سنين بعد 5 سنين يكون في حكم. نحن دارين نبدأ كلنا في أن نأسس للسودان اللي بيسعنا كلنا دولتنا دي حكومة المواطنة، تحكم حق المواطنة، وحكومة عقد اجتماعي نتوافق عليه كلنا نتفق عليه، ولا داعي لأنه كل إقليم أو كل ولاية أو كل شيء تأخذ أموره بيدها. نحن نتوافق أنه هذه الأمور أمور حق السودان كله، حق الشعب السوداني كله. الشعب السوداني الآن في كل مكان فيه المهمشين، في كل مكان فيه الناس المظلوم، في كل مكان فيه، ليست في الشرق أو في الغرب أو في كل السودان توجد المظالم. عشان كده نحن كلنا متفقين في أن مشاكلنا دي يجب أن نطرحها كلها مع بعض، نناقشها كلها مع بعض، نضع عليها الحلول كلها مع بعض. نعم،
أشرت أيضا في حديثك الأخير إلى استمرار المفاوضات لعلاج المشاكل مع جيران السودان في الحدود الشرقية بالطرق الدبلوماسية. كيف تسير تلك المفاوضات؟ وأعني هنا تتحدث عن الجانب الأثيوبي. صحيح، في الحدود مع أثيوبيا فيها مشاكل قديمة موروثة. هذه المشاكل يمكن من العام 96، كلنا نذكر الأمطار الغزيرة، عمليات سنت على السودان في كل أطرافه، كان فيها شد الأطراف. ومنذ ذلك الحين القوات السودانية تراجعت من بعض المواقع في الحدود الشرقية. منذ ذلك الحين أصبحت هذه المناطق فاضية، ما فيها مواطنين، ما فيها شيء. بعض المزارعين الأثيوبيين بدوا يزرعوا في هذه الأرض. في سنة 2005 تم عمل اتفاق لتأطير الوجود الزراعي الأثيوبي في هذه المنطقة، لكن عندنا حدود معروفة، حدود معترف بها، موقعة في سنة 1902، الأثيوبيين معترفين بها لكن هنالك تداخل زراعي. عملنا لفترات طويلة في أننا نؤسس أساس سليم لإدارة هذا التداخل الزراعي. في الأيام المقبلة، الأيام الماضية، يمكن هنالك بعض المزارعين السودانيين فقدوا أراضيهم الزراعية، هنالك بعض الرعاة السودانيين فقدوا مواشيهم. القوات المسلحة من واجبها القومي قامت بحماية هؤلاء المزارعين، لكن نحن برضو بنفتكر أنه الأخوان الأثيوبيين برضو بعض المزارعين الأثيوبيين استعانوا بميليشيات، بقوات شبه نظامية، وفرضوا وجود الآن فرضوا وجود داخل الأراضي السودانية. نحن جزء كبير من أراضينا الآن به قوات أثيوبية، به مزارعين أثيوبيين. كما ذكرت، هذا الأمر قديم من ما وليد اللحظة، لكن في الأسابيع الماضية حصلت بعض أعمال القتل. حتى اليوم نحن عندنا برضو ميليشيات تعدت على القوات السودانية وقتلت منها فرد، وعندنا فردين اليوم جرحى. نحن متواصلين مع الجانب الأثيوبي، ونتوقع أن نحن نستطيع أن نعبر هذا الأمر. هنالك تفاهم تام من القيادة الأثيوبية، هنالك تفاهم تام من القيادة السودانية. ما عندنا رغبة في أننا نتقاتل، ما عندنا رغبة في أننا نسير حرب مع أخواننا في أثيوبيا. لدينا كثير من المشتركات، لدينا كثير من الأهداف اللي إحنا ممكن ننفذها سويا. الولايات المتحدة الأمريكية، ربما هناك اتصالات، وأنت من قبل وجهت لك دعوة إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها لم تتم حتى هذه اللحظة. هل تعتقد من خلال الاتصالات التي تقوم بها الدولة أنه اقترب أوان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ هل هناك أي إشارات تأتي من الجانب الأمريكي في هذا الاتجاه؟ أفتكر أنه قريباً سيرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. دلائل، ونحن تعاوننا مع الجانب الأمريكي في كثير من اللي كانت فيه مصفوفة موضوعة من سنين طويلة فيها، ومسارات من سنين طويلة. أفتكر أنه نحن أوفينا بهذه المسارات، الحكومة السودانية أوفت بهذه المسارات، والآن جزء أيضاً من بقية المسارات الآن تم الاستيفاء بها. لا توجد الآن أي أسباب لأن يتحمل الشعب السوداني جريرة أعمال ماضية. نحن أيضا حتى بنقول أنه جريرة أعمال ماضية، لكن برضو نحن دفعنا ثمنها الآن، والشعب السوداني بيدفع ثمنها، وتجاوزنا هذه المسارات اللي توافقنا مع الإخوة في الإدارة الأمريكية في أنه ننجزها، وأنجزناها المسارات. الآن بنشوف أنه التوقيت مناسب أنه السودان يرفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. كانت الإرهاب في السابق ما معنى به الدولة، ولا معنى به الشعب، معنى به نظام حاكم. الآن نظام الحاكم كان هو متهم هذا الاتهام، الآن غير موجود. إذن يجب أن ينتفي هذا الاتهام مع عدم وجود الجهة كانت متهمة. ذكرت أنه قريبا، كما قلت قريبا، هذا ما قلته أنت، أن اسم السودان سيرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأشرت إلى أن هنالك دلائل. هل هذه إشارات أتتك من الجانب الأمريكي حملتك للقول بأنه قريبا سيرفع اسم السودان؟ التفاوض مع الجانب الأمريكي لم ينقطع، ونحن نسمع هذا الأمر من فترة طويلة، وذكرنا لهم بأننا نسمع هذا الأمر، لكن لا نرى أي نتائج على أرض الواقع. وهم وعدوا بأن هذا الأمر أصبح قريب، هذا وعد منهم. هذا وعد منهم. أنقلك السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إلى زيارة مهمة قمت بها إلى يوغندا. التقيت ذلك اللقاء الشهير برئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، وحينها قيل ما قيل وقلت ما قلت، ماذا بعد ذلك اللقاء؟ هذا الأمر برمته ترك للجهاز التنفيذي. الجهاز التنفيذي كما ذكرت هو المعني بتنفيذ السياسة الخارجية. السياسة الخارجية ترسم، احنا عندنا في وثيقتنا الدستورية ترسم او توضع الملامح لها في مجلس الأمن والدفاع. مجلس الأمن والدفاع احنا شركاء فيه، ومع فيه رئيس الوزراء، في وزير الخارجية، في وزير العدل، وزير المالية، بالإضافة للمجلس السيادي. السياسة الخارجية ترسم في هذا المجلس، وهذا ابتدار قيادة الجهاز التنفيذي يمكن أن يوازن بين احتياجات السودان، بين ضروريات المرحلة المقبلة للسودان، وما هو مستقبل علاقاته مع العالم، مع العالم الأجمع. نحن لا نخصص دولة بعينها، نحن ما عندنا عداء، نحن دولة متسامحة، دولة منفتحة، ما عندنا عداء لطائفة، ما عندنا عداء لدين، ما عندنا عداء لأي جهة. نحن نريد أن نؤسس للسودان ينظر إليه العالم، لأنه فعلا سودان مختلف عن السودان السابق. وهذا الأمر الذي أحلته برمته كما أشرت إلى الجهاز التنفيذي، هل نما إلى علمك ما أو ماذا هو فاعل الجهاز التنفيذي بذلك الأمر؟ هل هنالك تقدم؟ هل هنالك جمود؟ هل نحن متفقون على أن علاقة السودان الخارجية يجب أن تبنى على المصلحة الوطنية. متى ما كانت المصلحة الوطنية ضرورية حتما سنمضي في هذا الطريق. الشباب أسهم بالدور الأكبر في تفجير الثورة، هل تعتقد أن هنالك جسور كافية للصلة ممتدة بينك وبين الشباب؟ شباب السودان يستحقوا أن نهنيهم ونحييهم، فهم فعلا صنعوا هذا التغيير. نحن نراقب ونرى ما صنعوا التغيير، تحملوا العبء الأكبر من بطش النظام السابق، عندهم أحلام كبيرة جدا يسعوا لتحقيقها. هم مستقبل السودان، يجب أن نقف معهم، يجب أن نسندهم، يجب أن نستمع إليهم. نحن نفتكر أنه لا يوجد تواصل تام مع جزء كبير منهم، تواصل مع قطاعات محدودة، مع فئات محدودة، لكن يجب أن يكون هنالك تواصل تام بين كل مكونات منظومات الحكم في الفترة الانتقالية، حتى نستطيع أن نتزود بالوقود من هؤلاء الشباب، نستطيع أن نتزود بالقدرة على العبور وبالقدرة على المضي بهذه الفترة إلى برلمان. نحن شاهدناك في ساحة الاعتصام في مشهد ما قبل عام، الآن بعد عام من مرور هذه الثورة، مضت أيام عظيمة مهمة مثل يوم 6 أبريل ليوم 11 أبريل، ماذا تحتفظ ذاكرتك بمشاهد من تلك الأيام؟ طبعا الاعتصام عنده رمزيات ودلائل كبيرة جدا ترسخت في مخيلة وفي ذهنية الشعب السوداني، والشباب بالذات كانوا يعني وجدوا فيه أنفسهم، كان هو المكان اللي عبروا فيه عن روح الثورة، والمكان اللي صنع التعاضد الحاصل بيناتهم، هو المكان اللي صنع الوحدة حق الشعب السوداني. صحيح نحن يمكن كلنا نتأسف للأحداث الصاحبة الشيء اللي حصل في ساحة الاعتصام، ولا نقول غير أنه نتمنى أنه التحقيق يظهر من قام بهذا الأمر. نحن أصلا ما كان في حساباتنا أصلا أنه هذا الأمر يتم، كنا نريد أن نمضي بالفترة الانتقالية بسلاسة وبسلام، وبدون حتى الآن نريد أن نمضي هذه الفترة بدون أي معوقات، بدون أي جسم شاذ أو جسم تضرر من هذه الفترة الانتقالية. يعني إحنا بنفتكر أنه تاريخ فعلا 11 أبريل تاريخ مفصلي. إحنا كنا قريبين جدا، القوات المسلحة كانت قريبة جدا وكانت شاهدة القوات المسلحة، إلا من أبى، هناك قامت بأدوار كبيرة جدا القوات المسلحة،
ما رفعت السلاح ابدا في وجه المواطنين، ولم ترفع السلاح في وجه المواطنين القوات المسلحه. كلنا نعلم انها من هذا الشعب والى هذا الشعب. نحن كلنا كنا كل يوم بنمشي ساحه، كل يوم بنمشي ساحه، اذا ما بنخش جوا بنجيب في السلك مع في الحاجز مع الشباب، نتحاور معاهم نتكلم معاهم، كنا نريد ان نعرف هم الناس بيفكروا في شنو. في اللحظه المناسبه القياده تولت هذا زمام الامر، زمام التغيير، واكملت الحياه للشعب السوداني. لكن اؤكد ان هنالك اجسام داخل القوات المسلحه كانت ستقوم بهذا الدور لو ان القياده العليا ما قامت به. كانت هنالك كثير من الحراك، كثير من الانشطه الداعمه للحراك معلومه بالنسبه لنا، ونعلم من كان يخطط لذلك، نعلم من كان يقوم وراء ذلك. سيادتك، تاريخ الثوره سيكتبه المؤرخون بعد حين، واسمك سيكون جوهريا في ذلك الكتاب عندما يكتب. هل هنالك مشاهد ومعلومات لم ترويها عن الثوره وتريد ان ترويها الان؟ طبعا التغيير تم، كان فيه بعض الامور كثير مخفيه على الناس، بالذات تغيير المجلس الاول من المجلس الثاني. المجلس الاول لما تم تشكيله او قبل ان يكتمل تشكيله تم الاعتراض عليه من داخل اعضاء المجلس اللي تم اختياره، اللي هو الناس اللي اختاروه في المجلس الاول، محمد حمدان مثلا، انا، ياسر العطا، كلنا اعترضنا على هذا المجلس. محمد حمدان كان اول الخارجين عن المجلس ومشى، بعد ذاك انا مشيت السيد الفريغاوي العضو من عضو، وايضا ابلغته بانه انا والله لا ارغب في هذا المجلس. ايضا ياسر العطا ابلغه بانه لا يرغب في هذا المجلس. بعد ذاك هم عرفوا انه المجلس بصورته دي ما كان ما بتقوم له قائمه، لذلك اعلنوا رئيس المجلس ونائب فقط، لم تعلم بقيه الاسماء، لانه ما حصل توافق على المجلس. كنا شايفين الاعتراض من الشارع كان واضح، وكانت هنالك اصوات من الداخل، اذكر منها الاخ جلال الدين الشيخ الطيب، هذا للتاريخ، في واحد من الاجتماعات في القياده قال لكمال عبد المعروف بالاذن: يا كمال، الناس ما دارينكم، هو لا دارينك انت ولا دارين صلاح ولا دارين عوض بن عوف. هذا هو كلام جلس في اجتماع رسمي. فيمكن ده واحد من الناس اللي كانوا بيفتكروا انه يجب ان يتغير هذا المجلس، والمجلس مما ولد ولد غير مكتمل، لانه الناس كلهم طلعوا ما تموا له. بعد ذاك اضطرت القياده انها تغير المجلس. ايضا هنالك يمكن ابلاغ الرئيس السابق المعزول عمر البشير، نحن تم تكليفنا بمجموعه من الضباط، انا معي 2 ضباط، لكن بكل اسف مشيت برايي ما مشوا معي، هم حتى الان لم اسالهم لماذا لم تذهبوا معي. انا لما مشيت لقيت روحي لحالك. نعم، هذه ايضا هم الان يعلموا هذا الامر، هذا للتاريخ. ولماذا لم يذهبوا معك في تقديرك؟ هل وجدت تفسيرا؟ لم اسالهم حتى الان. لم تسالهم حتى الان. سعاده الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، نشكرك جزيل الشكر على هذا الوقت الذي خصصته لنا هنا في بيت الضيافة على حديثك في هذا البرنامج، في هذه الحلقة الثالثة من برنامج حوار البناء الوطني. حقيقة أفدتنا كثيرا وستفيد المشاهدين كثيرا بكل هذه الجوانب التي تحدثت عنها في هذا الوقت الهام الذي ندير فيه مثل هذه الحوارات. نشكرك كثيرا على هذا الوقت، ونتمنى ونطلب منك أيضا إذا استجد جديد أن تعد بأنك ستأتي إلى تلفزيون السودان وتتحدث مرة ثانية في برنامج حوار البناء الوطني لخدمة قضايا هذه المرحلة الانتقالية. شكرا لك وشكرا للإخوة القائمين على هذا. لكن هناك كلمة أخيرة أيضا أريد أن أذكرها، بأنه عندما تيقنا بأن هذا الأمر لا يصير بصورته الرسمية، وأخونا أحمد حمدان مشى، ذهبت إليه أنا في المكتب في نمرة 2 وأخبرته بأن هذا الأمر لا يسير بالصورة المطلوبة، وطلبت منه أن يأتي معي. فقلت له: يا أخوي، أنت بتمشي معي؟ إذا بتمشي معي أنا بمشي، بتولى زمام هذا الأمر. فهو
تصدى لهذا الامر بان بالرغم انه هو كان حالف انه ما يمشي ثاني القياده، لكن استطعت ان اقنعه واخذه معي القياده. تحيه لابونا محمد حمدان والتحيه لكل اخواننا في المجلس اللي وقفوا هذه الوقفه، ايضا التحيه للضباط اللي كانوا ما شرعت تغيير، لكن اللي كان عندهم بتراودون أحلام التغيير قبل الانتفاضة الشعبية، احنا بنحييهم، بنحيي الشعب السوداني وبنأكد للشعب السوداني أن نحن جنود له، نحن خدام له، ونحن دائما لا نملك إلا أن نقول له أنت سيد القوات المسلحة، أنت سيد الجيش، أنت سيدنا جميعا، لك التحية. نعم، ونتمنى كذلك من الفريق أول محمد حمدان دقلو أن يكون يوما ما ضيفا في هذا البرنامج. حتما هنالك الكثير الذي يريد أن يقوله، وكذلك هنالك الكثير من الأسئلة التي نود أن نطرحها له، ولكن مجددا سعادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لك الشكر، وإلى أن نلتقي ربما في حلقة أخرى إذا كان ذلك ضروريا. شكرا.